صباح الخير. صباح النور عليك. هلا انت جيت على وين؟ على اوكرانيا بالضبط. على اي شركه؟ على شركه جرانديز. هلا نحن وين موجودين؟ بجامعه خارج الوطنيه الطبيه. انت مين قال لك تسجل بشركه جرانديز؟ لا، عن طريق مين؟ عن طريق ليك جنيد. مطالبي؟ طالبك. اي سنه هو؟ سنه رابعه. سنه رابعه. هلا قال لي شلون استقبلناك احنا؟ وين طلعنا جبناك؟ من المطار نفسه، من بوابة المطار. من بوابة المطار بالضبط. ولما جينا وصلنا نحن جبناك من خاركوف. من كيف عفوا؟ من كيف. وجبناك لهون. قلت لك اول شيء تعال عندي على البيت، ما بدك وهيك رحت الفندق. بس بعدين لوين جيت؟ لا رجعت عندك على البيت. قل لي هلا انت عقدك، انا قلت لك شد قصتك الجامعي محدود 4000 وشوي او 5000. انت اسنان؟ ايه. 5400. وقعت عقدك شد كان المبلغ 5400. خدت منك شيء زياده؟ لا. هلا انت شو قدمت اليوم على ورق؟ قدمت على الاوراق والبطاقه اللي تبعت الجامعيه. ايه. وقدمت على كذا شهر من شهر. الجروب اخذت الجروب تبعك؟ ايه. اخذت الجروب تبعك وورقك على الاقامه؟ ايه. اليوم اخذت قدمت ورق على الاقامه، يعني امورك كلها تمام؟ كله تمام. انت شو بتسمع عني يا كريم؟ كل خير. شو مني انا؟ صدقا كل خير وكل خير. والله اذا بتكذب، الله بكون شهر عليك. لا والله كل خير. يعني استقبلتني ببيتك وضبطت لي كل ورائي. اخذنا منكم شيء زياده عن باقي الطلاب؟ لا بسم الله. لا. هلا في ناس ما بتثق فينا، بتقول لك انتم هذا كذابين منافقين. انت شو بتحب تقول لهم؟ انت تجربتك الشخصيه بصراحه، انا مو انا يعني تجربتي الشخصيه والله بلاقي انه انت من احسن الناس اللي بيظبطوا وراء بالجامعات وهالقصص كلها بالعالم. انت تركتك لحالك شيء بالجامعه انت؟ ابدا. لا استنى كل وراي. سيدي هلا الله يوفقكم يا رب. انت من سوريا مو هيك؟ من اي منين جاي؟ من سوريا. من السويد. من سويدا. وين ساكن؟ بالامارات. الامارات. يا سيدي الله ييسر لك يا رب والله يوفقك. وتحب تحكي كلمة أخيرة قبل الدراسة؟ بنصح كل الناس اللي حابين يدرس طب يجوا لهون، لأنه هون من أقوى الجامعات اللي بتدرس طب. كيف وضع البلد؟ تمام، أمان وكل شيء. في كيف معاملته مع الأجانب؟ لا غير شكل. والجو كيف؟ أوف. الجو جميل حلو؟ جميل. وانت كنت بتشعر حالك انك في البلد انك غريب او بتعامل شيء عنصريه مثل باقي الدول؟ ابدا. بتحس حسيت فرق عن الامارات أبداً مثلا؟ ولا ابدا. هون احسن ولا الامارات كشب ودراسه وجو عام؟ لا طبعا. طبعا هون مو احسن؟ يا سيدي الله يوفقك يا رب. تسلام. وان شاء الله موفق ونحط صورك على التخرج ان شاء الله. تسلم. يلا السلام عليكم.